اهلا بكم. الغداء مقابل الانخراط في حزب. ربما يجيكم العنوان في شي شكل، ولكن راه هي القضيه اصلا في شي شكل. هناك بعض المواطنين اللي كيتهموا بعض الاحزاب او بالاحرى واحد الحزب انه قدم لهم مساعدات معينه من بينها قفه رمضانيه، وفي نفس الوقت لقاو راسهم منخرطين في الحزب وجاهم الورقات كوم كوا راهم منخرطين في الحزب. نفهموا مزيان، نشوفوا هذا الفيديو وعاد نكملوا. انا عطيت لي دوني ديالي على اساس انني انايا كنتسنى مساعده ديال سيدنا الله ينصرو. في الاخر لقى راسي منخرط في حزب دون علمي. هذا راه نص الاحتيال. هادو فكروني في ايامات الحصار ديال العراق ملي قالت لهم امريكا النفط مقابل الغذاء، وهادو داروا لنا دابا الغذاء مقابل الانخراط. هاد الناس استغلوا هاد البتاع، هاد الناس هادو استغلوا الوالدين ديالي انا، الاب والام ديالي، الناس كبار استغلوهم، جابوا لهم خداو الفوتوكوبي ديال لاكارت ديالهم، صيفطوا لهم قفه كتير 100 درهم، في الاخر حزبوهم. تعطيونا نص كيلو تاع دقيق وتقول لنا ندخلوا للحزب؟ ما يمكن باش تحزبوا سيده مريضه نفسانيا وبورقه جلاله الملك الخبره الطبيه ودير لها لاكارت تاع الحزب؟ ما يمكنش. وكيف ما شفتوا في ذاك التقرير، في ذاك الفيديو المنقوله على القناه الجريده 24، شفتوا كل واحد والتصريح ديالو. بطبيعه الحال التصريحات على مسؤوليه المصرحين، ما كنتحملوا حنا حتى شي مسؤوليه، وانما نحن كنطرحوا التساؤل، واش هاد التصريحات صحيحه؟ واش بالفعل ان هذا الحزب هذا قدم الناس مساعدات وفي الاخير لقاو راسهم منخرطين في الحزب بدون العلم ديالهم او بدون الموافقه ديالهم، او ان هاد الناس هادو كانوا عارفين وخداو القفه او خداو داك الاستفاده ومن بعد بغاو يتراجعوا او بغاو يتقلبوا على هاد الحزب هذا، وان داك الانخراط كان بصح حقيقي؟ عرفتي اش غادي نديروا؟ اش نجلسوا للارض ونتناقشوا بكل هدوء ونشوفوا الحيتيات ديال هاد الموضوع. اللي لازم نعرفه ان الطرح على المستوى السياسي او السياسوي في المغرب، الطرح ولا سخون للغايه، وان تضارب التصريحات ما بين مسؤولين حزبيين هنا او هنا كثيره هاد التضاربات ديال التصريحات. نرجعوا للجانب الاجتماعي، كلنا وكلكم كتعرفوا رمضان هذا والجائحه هذه 13 شهر او اكثر من 13 شهر، والجائحه كتضغط على المواطنين وبالخصوص المواطنين الضعفاء البسطاء اللي كيعيشوا في حدود الفقر او تحت سقف الفقر. هذه الظروف هذه وغلاء المعيشه زيد الحجر اللي كيعيشوه الناس خلال رمضان بطبيعه الحال في اطار التدابير الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا، بطبيعه الحال الناس ما كيخدموش بالليل، وخصوصا واحد الشريحه كبيره ديال الناس اللي كيشتغلوا في المقاهي وفي بعض التجارات اللي كتشتغل بالليل. هذا الوضع المتفاقم افتح الباب وافتح المجال لمجموعه ديال الهيئات الحزبيه او مجموعه ديال الاحزاب انهم يستغلوا هذا الظرف، ولاو حتى هما كيقدموا القفه لهاد الناس في اطار القفه ما يسمى بالقفه الرمضانيه. هنا كيف ما شفتوا في التقرير ديال ذاك الفيديو ان بعض الناس كيتشكوا من واحد الحزب ان قدم لهم مساعدات، كاين اللي قدم لهم القفه الرمضانيه، وفي الاخير لقاو راسهم منخرطين في الحزب، كيجيهم الورقه ديال الانخراط بالاضافه للبطاقه، ذاك البطاقه الالكترونيه ديال الانخراط في ذاك الحزب المعين. مدى صحة هذه المعلومة على أساس أن هاد الناس هادو تنصب عليهم أنهم تقدم لهم واحد المساعدة في رمضان ولقاو راسهم منخرطين؟ واش كانوا عارفين أو ما كانوش عارفين؟ ربما كانوا عارفين ومن بعد ما شافوا ذاك كما قالت السيدة في التقرير قفة ديال 100 درهم وتقلبوا، أو بالفعل هاد الناس هادو صادقين أنهم جاوا باش ياخذوا الإعانة، طلبوا منهم لاكارت فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال اعطاوها، في الاخير لقاو راسهم منخرطين في حزب. واش هذا الكلام صحيح؟ كنتظروا التصريح ديال هذا الحزب المعني بالامر انه يخرج للمغاربه ويدير تصريح يشرح فيه الوضعيه، واش هذا الشيء هذا كان بصح او هاد الناس هادو كانوا موافقين. هاد القضيه ديال الغداء مقابل التصويت او الغداء مقابل الانخراط في حزب ماشي جديد، هاد الشيء هذا راه قديم،
كنعرفوا واحد الحزب كيقوم بهذه العمليه هذه على طول السنه، ان كيقدم القفه الاسبوعيه كما كيسميوها هما. بطبيعه الحال ماشي لله في سبيل الله، هما كيبغيو يقولوا كيديروا الاحسان، ولكن بطبيعه الحال كنجمعوا الناس، كاين اللي منخرط وكاين اللي ماشي منخرط وكاين اللي متعاطف على اعتبار انه كياخذ القفه، ولكن في الاخير كنربحوا اصوات. هذا المصطلح ديال الغداء مقابل التصويت او الغداء مقابل الانخراط في الحزب، الغداء مقابل التعاطف مع حزب، انا ما منحاصرش غير في هذا الحزب هذا اللي شفنا في الفيديو ديال ذاك الجريده، جريده 24 اللي صارت هذا الاشكال، وانما مجموعه ديال الاحزاب، ان لم اقل كل الاحزاب او جل الاحزاب، كل واحد شنو كيقدم مقابل اشنو، بمعنى ما كاين حتى شي حاجه بريئه، ما كاين حتى شي خدمات اجتماعيه او انسانيه بريئه، كل شيء مسيس ومصاب، يكون غير كل شيء مسيس، او تكون كما كنقولوا رابح رابح، وين وين انت رابح، وحتى المواطن الضعيف رابح، انت عطيتيه قفه ب 100 درهم وانت كتربح اصوات وكتربح منخرطين وكتربح مجموعه ديال الامور، في حين ان ذاك المواطن كيبقى في الفقر ديالي. كنتمنى ان هذا المقاربه ديالي لهذا الموضوع ديال الغداء مقابل الانخراط في الحزب، او الغداء مقابل التصويت، او الغداء مقابل التعاطف مع حزب معين، تكون مقاربه ناجحه. كنتمنى انكم تشاركوني في التعليقات ديالكم شنو رايكم في هذا الموضوع ديال الغداء مقابل الانخراط او التصويت او التعاطف مع حزب معين. دمتم باحسن حال والى اللقاء. انا عطيت لي دوني ديالي على اساس انني انايا كنتسنى مساعده ديال سيدنا الله ينصره، في الاخر لقى راسي منخرط في حزب دون علمي، هذا راه نصب وحشية. هادو فكروني في ايامات الحصار ديال العراق ديال العراق، ملي قالت لهم امريكان النفط مقابل الغذاء، وهادو داروا لنا دابا الغذاء مقابل الانخراط. هاد الناس استغلوا هاد البتاع، هاد الناس هادو استغلوا الوالدين ديالي انا، الاب والام ديالي، الناس كبار استغلوهم، جابوا لي خداو الفوتوكوبي ديال لاكارت ديالهم، صيفطوا لهم قفه كدير 100 درهم، في الاخر حزبوهم، تعطيونا نص كيلو تاع دقيق وتقول لنا ندخلوا العزب، ما يمكن باش تحزبوا سيده مريضه نفسانيا وبورقة جلالة الملك الخبرة الطبية ودير لها لاكارت تاع الحزب، ما يمكنش. نص كيلو تاع دقيق وتقول لنا ندخلوا العزب، ما يمكنش. صيفطوا لهم قفة كدير 100 درهم، في الاخر حزبوهم. وهادو داروا لنا دابا الغذاء مقابل الخير.